امتنان إلى كل القوات الأمنية التي أريد لها أن تكون طرفاً في نزاع السلاح المنفلت مع السلاح المنفلت، فأبت إلا الاصطفاف مع الوطن، وترفض فوهات البنادق أمام صدور العراقيين مهما بلغ انفعالهم. منذ أكثر من عامين ونحن نتبنى سياسة حصر السلاح بيد الدولة، رغم كل الاتهامات والطعون والصواريخ التي وجهت إلينا، لأن الدم العراقي الطاهر الذي سقط أمس يطلق الإنذار لكل عراقي أصيل وصادق بأننا اليوم يجب أن نواجه الحقائق المرة وأن يوضع السلاح تحت سلطة الدولة فعلاً وليس شعاراً أو ادعاءً. وقد شكلنا لجنة التحقيق لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين وأراقوا الدم، رغم التوجيهات المشددة التي أصدرناها لمنع استخدام الرصاص، كما يجب تحديد من فتح النار والصواريخ والهاونات على المنطقة الحكومية طوال الليل. هذا الواقع المخزي يطلب منا موقفاً صادقاً وصريحاً لمواجهته والتصدي له. كفى ازدواجية الدولة واللا دولة، وعلى المنظومة الأمنية الرسمية أن ترتبط جميعها بكل توجهاتها، ولا فرق بين هذا وذاك، فوراً بالقائد العام للقوات المسلحة، ويتحمل كل غير منضبط المسؤولية القانونية. السلاح الذي استخدم أمس هو مال مهدور ودم مهدور وفرصة مهدورة. هذا السلاح يجب أن يستخدم لحماية العراق لا في الصراعات على السلطة. وعلى كل وحدة عسكرية أن تعمل حسب اختصاصها ومسؤوليتها المحددة بالقانون حصراً، وتنفيذ تعليمات وخطط وسياقات القائد العام للقوات المسلحة في الحركات والواجبات. سياسياً قمنا بمسؤوليتنا في إطلاق حوار وطني بين القوى السياسية المختلفة لمساعدتها في الوصول إلى حل مرضي للجميع، لكن الحوار يقتضي أن يتنازل الجميع وليس أن يستمر التصعيد السياسي وينتقل إلى فتح الرصاص وإسهاق أرواح العراقيين. أقول لأهلي العراقيين أن العراق أكبر من الجميع، وليس هناك أي شخص أو حزب أو قوة أهم من العراق ومصالح العراق. لقد خدمت شعبي بكل شرف وأمانة، ولم أكن يوماً طرفاً أو جزءاً من المشكلة، وصبرت على كل أنواع التنكيل والعرقلة والحرب المعلنة من جميع الأطراف لإضعاف الدولة وقرارها أو ابتزازها أو تصغير كل ما أنجز لأهداف انتخابية ولأسباب لا تنتمي إلى جوهر الوطنية العراقية. ورغم ذلك فإنني لم ولن أتخلى عن مسؤوليتي أمام شعبي، وأي خيار يخدم مصالح العراق وأمنه ويحقق الاتفاق السياسي بين القوى المختلفة، وأنا كنت وما زلت مع مبدأ التداول السلمي للسلطة. وأحذر من هنا إذا أرادوا الاستمرار في إثارة الفوضى والصراع والخلاف والتناحر وعدم الاستماع لصوت العقل، فإني سأقوم بخطوتي الأخلاقية والوطنية بإعلان خلو المنصب في الوقت المناسب وحسب المادة 81 من الدستور العراقي، وتحميلهم المسؤولية أمام العراقيين وأمام التاريخ. أهلي أحبتي، إن وطننا العراق ينزف منذ سنوات طويلة، وكل يوم ندفع إلى الحتوف الآلاف من خيرات شبابنا. لماذا ومن أجل ماذا وبأي ذنب وأي جريرة نخسر هؤلاء الشباب ونخسر قطرة الدم سببها الفشل السياسي المزمن وهذا الاستسلام للغة المغانم والتحاصص وضعف الانتماء الوطني؟ يجب أن ينتهي. الرحمة والخلود لشهداء العراق والشفاء العاجل للجرحى،
والشكر والتقدير لكل من وقف إلى جانب الوطن في محنته والخزي والعار، لكل من ساهم في إراقة دم عراقي قولا أو فعلا. ضع العراق العزيز الكبير أمام كل مصلحة وكل اعتبار، ضعوا شعب العراق أمام ضميركم الوطني، والسلام عليكم ورحمة الله.